لأول مرة لأول مرة أنا عشت لا سيتواسيون تاع الجوع اللي وصل لها تونسي الكريز تاع المواد الأساسية اللي فريمون تخو غراف عمرنا ما وصلنا للمستوى هذايا نحتاج كيف كيف على السياسات الخارجية نحتاج على الضعف الحكومي فما مشاكل مالية مشاكل اقتصادية راهي اليوم تونس رانا لا أحزاب لا جمعيات ما فما كان درابو علم هذا التحقوا بينا يعيشكم التحقوا بينا راهي اليوم تونس محتاجة لأبنائها الكل رانا نتظاهروا سلميين لأجل تونس الكل لأجل غد أفضل إن شاء الله يا ربي وأي صوت احنا كمجتمع مدني وكمرصد بالذات ندافع وننتصر لكل من ينتصر لتونس لكل من ينتصر لما بدأنا اللي هي دولة مستقلة مدنية ديمقراطية جمهورية عادلة اجتماعية وعادلة قانونية واقتصاد ورفاه ويا ربي إن شاء الله محنة هالحداش سنة توفى إن شاء الله اليوم الرئيس الجديد هذا قايس سعيد قلنا مش يقد البلاد وينظمها ويعطي حقوقنا ويعطي الشعب حقه حتى ايها المواطنين والمواطنات ما يقولهاش واش محترم المقاومين والرجال تونس ماهيش لعبه راهي تونس راهي عندها رجالها وعندها مقاومينها وعندها مناضلينها وعندها رجال اللي يخرجوا القهر والظلم والاستبداد الفرنساوي ها من هذه الارض الحليب ما ثماش الخبز ما ثماش بين شهرين ما ثماش المزوت نعانوا فيه ليسونس كيف كيف اللي هو نتاع الاقتصاد البلاد اللي هو حرك البلاد اللي هو يوكل البلاد ها اليوم اصبحنا بين وبين انا جينا لنجلوا هذا القهر والظلم يا يقد البلاد ينجم اهله وسهل مهله هو لتونسي ولكن ما يقدش البلاد سيرحل ارحل ارحل اللي خلاوته هذا كمل عليه قيس لا يحكي لك مع بيت كذا تونس وقفت مش وقفت غرقت ولادنا هكا تشوفوا فيهم كيفاش موتى ولا تعيشوا فيهم بالجبابل معناتها صوت حبني نحكي لك على تونس الوضع الخايب الموجود في البلاد والمعاناة تاع التوانسه الكل بالغلال معيشه وقله النظام بالرشوه بالسوق الموازية اللي الدولة هي تصدر فيها فابني لا غدوة نشوفوا أسود بالوضع هذا معناه غدوة وبعد غدوة بعد غدوتين كله مظلم فابني